Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Marhaba, batmanat tkounou bkhir. Aujourd'hui, nous allons apprendre les trois groupes de verbes. اللي هو طبعا اليوم راح ناخذ ثلاث مجموعات الافعال. اول شيء بحب احكي لكم انه احنا مع بعض اخذنا اللي هو المجموعه الاولى من الافعال، والمجموعه الاولى هي عباره عن الافعال التنتي بو ار زي فعل مونجي، فواياجي، بارلي، مثلا شونتي يغني اتسيتيرا. تمام، اخذنا اللي هي الافعال المجموعه الاولى التنتي بو ار. طبعا حكينا جميع الافعال التنتي بو ار ما عدا فعل اللي هو الي، لانه الي هذا شاذ، فعل شاذ. فهي هنا يا جماعه بحكي لك المجموعه الاولى فيرب اون او ار، الافعال التنتي بو ار سوف ما عدا يعني اكسبت يعني الي، فعل الي. عندنا مثال على الموضوع شونتي، بارلي، مونجي. طيب اليوم راح ناخذ المجموعه الثانيه من الافعال. المجموعه الثانيه من الافعال هي الافعال التي تنتهي ب اي ار. طيب الان يا جماعه بالافعال بشكل عام باللغه الفرنسيه، الافعال اللي تنتهي ب ار تنقسم الى قسمين، قسم بنسميه المجموعه الثانيه، تمام، وقسم بيكون جزء من المجموعه الثالثه. كيف يعني؟ هلا الافعال اللي تنتهي ب اي ار، نعيد لكم الموضوع كمان مره. الافعال المجموعه الثانيه، اوكي، المجموعة الثانية من الأفعال هي عبارة عن الأفعال التي تنتهي بو إي آر. طيب الآن هاي بشرط إنه هاي الأفعال تكون في الجمع، في تصريف الجمع في عندنا دبل إس في التيرمينيزون. أما إذا ما كان فيها دبل إس في التيرمينيزون بتاعها، فبالتالي بتكون هاي من المجموعة الثالثة. طيب نترك الموضوع هذا حاليا، يعني ما أنا متأكد إنكم ما حتحفظوا كل شيء غيبان، تمام، اوكي، ممكن نفهم ممكن ما نفهم. خلينا نكمل لحد ما نتعرف ونخلص اللي هو التعريف على اللي هو المجموعه الثانيه من الافعال. هلا في عندي فعل جو غروندي، جو غروندي معناها انا بكبر، فو غرونديسي. هلا هاي اصلها يا جماعه غروندير، شايفينها غروندير. هلا الاي ار هنا بما انه بتنتهي باي ار، فهاي بتكون من المجموعه الثانيه، ممكن تكون من المجموعة الثالثة، بعدين بنعرف ليش متى بتكون في المجموعة الثالثة. هلا هي من المجموعة الثانية لأنه لما احنا صرفناها بالجمع صار في عندي دبل اس. لما صرفناها بالجمع شو صار عندي؟ صار في عندي دبل اس. طيب الآن تعال نشوف التيرمينيزون بتاعت اللي هي المجموعة الثانية. على سبيل المثال جو غروندي، تو غروندي، إيل غروندي، نو غرونديسون، vous grandissez, ils grandissent. شو اللي انا بفهمه من الموضوع هذا؟ بفهمه انه انا هنا ممكن اجيب ورقه وقلم واكتب اللي هي لي تيرمينيزون بتاعت المجموعه الثانيه. لي تيرمينيزون بتاعت المجموعه الثانيه هي عندي جو، صح؟ وهي عندي تشي، وهي عندي ايل وال. طيب وهي عندي نو، اسمحوا لي شوي، نو، وهي عندي فو، وعندي ايل افيك اس وال افيك اس. بعرف انا او انا بد يعني بلاحظ انه في عندي تيرمينيزون، انه التيرمينيزون مع جو هي عباره عن اس، التيرمينيزون مع تي هي عباره عن اس، التيرمينيزون مع ايل وال عباره عن تي، التيرمينيزون مع نو عباره عن اس اس او ان اس، والتيرمينيزون مع فو هي عباره عن اس اس او زد، والترمينيزون الترمينيزون مع ايل و ال ايل و ال افيك اس اللي هي اس اس او ان تي. هاي احفظوا هذول يا جماعه، بنقدر نتعرف مع بعض على اللي هو المجموعه الثانيه والترمينيزون بتاعها. شو معنى الكلام هذا؟ هلا في على سبيل المثال فيرب غروندير، تمام، اوكي، فعندي غروندير. هلا وين الباز، وين الاصل من غروندير اللي هو هاي، شايفينها الاصل، تمام، الاصل من يعني الجزئيه الاصليه اللي ما بتتغير من فعل غرونديغ اللي هي غروندي هيك. فبالتالي غروندي انا بروح بجيبها وبحطها هنا هيك، بتصير غروندي هيك، صار هيك صار، بحطها لصق وبحط هنا لصق وبحط هنا لصق وبحط هنا كمان لصق وبحط هنا هيك لصق. فهيك بصير تصريف اللي هو جميع افعال المجموعه الثانيه. طيب هلا في بيجيني طالب ذكي مثلا مثلكم، بيجي بيحكي لي طب يا مسيو اجاني فعل بينتهي باي ار،
كيف بدي اعرف المجموعة الثانية او المجموعة الثالثة؟ انا بدي احكي لك هلا مع التكرار انت راح تعرف انه هذا الفعل من المجموعة الاولى او الثانية. علشان هيك احنا فرضيا اي فعل من البداية بنشوفه بنتبيه بنصرفه مع المجموعة الثانية لحد ما احنا نعرف انه هذا صح من المجموعة الثانية ام لا. طيب تعالوا ناخذ مثال ثاني على اللي هو طبعا الموضوع هاد الموضوع هاد اسمحوا لي شوي ناخذ مثال ثاني على الموضوع هذا على فعل فينير. اوكي فعل فينير يوني. طيب الان بدنا نمسح هذول التيرمينيزون وبدنا نمسح التيرمينيزون الموجود هنا اسمحوا لي شويه بس. اوكي طيب الان فعل فينير وين التيرمينيز وين العامل اللي بتغير فيه الاخ؟ فبالتالي الاصل بتاع الفعل فينير اللي هو فيني. تمام اوكي فباجي باخذ هاي فيني بعملها هيك نسخ هاي لاصق اوب اوب شو انا اعمل بعملها كمان مره لاصق هنا 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 وبعملها كمان مره لاصق هنا. كيف بتصير معي؟ فيني 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 فينيسون فينيسي فينيس. تمام اوكي اوكي تعال نشوف هاي جو غراندي تو غراندي. لاحظوا طبعا التيرمينيزون عندنا هيك اس اس تي اس اس او ان اس 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 او زد اس اس او ان تي. طيب هاي الاخيره ملفوظه الى فينيس فقط الاو ان تي غير ملفوظه. طيب الان نو غرانديسون فو غرانديسي ايل غرانديس. طيب لو اي دو سانغولييه دوفيان اي اس اس او بلوريال. شايفين هالاي هاي تمام بتاعت المفرد بتصير اي اس ولا اف اي اس اي اس اي تي ولكن في الجمع بتصير اي اس اس. في الجمع شو بتصير؟ اي اس اس. طيب انا اختصرت عليكم وشرحت لكم بطريقه ثانيه اسهل قبل شوي هنا. طيب الان عندي فعل اسمه غروسير يعني يسمن هيك يصير مليان. ف جو غروسي تو غروسي ايل ال اون غروسي طبعا اس اس تي هنا غروسي سون غروسي سي غروسيس. طيب فاحنا بنعرف انه التيرمينيزون او ان اس او زد او ان تي لكن هنا ضفنا معهم اس اس قلنا في البدايه. شايفين شو ضفنا معهم؟ اس اس. هنا اس اس ضفنا شايفين اس اس هنا ايه اس اس. فاللي انا بدي احكي لكم اياه انه المجموعه الثانيه من الافعال الافعال اللي من المجموعه الثانيه لازم توفر فيها شرطين. الشرط الاول انه هي تكون تنتهي باي ار. الشرط الثاني انه هاي الافعال لما احنا نصرفها في حالة الجمع بعد الاي بنحط اس 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 وبنحط طبعا التيرمينيزون اللي احنا بنعرفهم او ان اس او زد او ان تي. طيب بتمنى تكونوا فهمتوا. تعال نشوف بيحكي لنا هنا يا جماعة انه سي فيرب هذه الافعال سو فورم سوفون تتكون وتتشكل دائما ب طبعا على شكل صفة. يعني دائما هاي الأفعال المشتقات بتاعتها بتعطينا صفة والتي يعني تدل على ترانسفورماسيون بتدل على تحويل في الشكل أو في الجسد أو في الشيء الفيزيائي. طيب الآن على سبيل المثال في عندي فييغ تمام اللي يعجز يصير عجوز يعني كبير في السن. الصفة منها فيي شايفينها فيي. طيب الآن روج عبارة عن أحمر الغوجير يحمر بتحمر يعني شكله خدوده بتحمره مع البرد. غران أو غراند الفعل منها غراندير جو فيي جو روجي جو غراندي فو فييسي فو روجيسي فو غرانديسي. طيب اللي احنا بدنا نحكي لكم يا انه هاي الأفعال طبعا غالبا بيكون في منها مشتق صفة. تمام هذه معلومة إضافية يعني أنا مش طالب منك تحفظ طالب منك تفهم فقط. طيب اوتخو فيرب فريكون
شو في عندي أفعال متكررة تنتبيغ زي فعل فينيغ ينهي شوازيغ يختار ديغيغ يشفى يعني بيطيب يعني من مرض أبلوديغ يسقف غالونتيغ يهدي السرعة يهدي بشويش يعني تمام هاي الأفعال كلها يتم من المجموعة الثانية اللي بتنتهي طبعا بإي بنشيل الإغ وقت التصريف بنحط أول مرة إس مع جو إس مع تشي إي تي مع إيل وإل وأون ومع نو بنحط إس إس أو إن إس مع فو بنحط إس إس أو زد مع إيل أفيك إس وإل أفيك إس بنحط إس إس أو إن أو إن تي طيب الآن أليكخي في الكتابة سي فيرب سو تيرمين باغ هذه الأفعال تنتهي بإيه إي إس إي إس إي تي هذه مع جو تي إيل إل هذا مع نو مع فو مع اللي هي طبعا إيل أفيك إس وإل أفيك إس طيب تعالوا نشوف هنا إكزيرسيس أنا طبعا مش مجبرين ناخذ جميع الأفعال جميع الإكزيرسيس بدنا نحاول نحل التمرين الأول فقط مع بعض وبعدين أنتم بطلب منكم تحلوا باقي التمارين أوكي هلا بغينيغ جاي في منها صفة اسمها بغان شو في منها صفة في صفة اسمها بغان شو معنى بغان يعني قمحي يعني أسمر بنسميه أو قمحي برين سمراء أو قمحية اللون طيب الآن شو بها أحكي بغنيغ هاي الفعل بتاعها يعني بلون بيسمر هيك مش أسود مش بلاك لا سمار هاي بيسمر يا حلو يسمر مجملك طيب هاي فيس الأسمر هذا اللي بنحكي عنه لو بكل لونه قمحي البشرة العربية ميغغيغ معناها يضعف ميغغيغ طيب ميغغ الصفة منها ميغ يعني ضعيف طيب الآن ونتي في الصيف شو بصير معي جو بغني بدك تصرفها بصير اي اس طيب اي جو وشو بصير معي في بصير معي اي جو ميغري هاي يعني بدي احل لكم اياها اي اي هي جو بغني اي جو ميغري تمام ميغري طيب الان بدنا نشوف اونيتي هلا هو بيحكي عن واحد لحاله جو عن نفسه عن بيحكي انا بحكي عن نفسي تمام هلا بنحكي نو بصيغة جمع يعني نحن اونيتي نو بغونيسون اي نو ميغريسون طيب الان نجي على اللي بعدها غروسيغ يسمن وباليغ معناها اما يشحب او يبهت اللون تمام اوكي اونيفير جو غروسي هيها بدي اصرف لكم اياها Univers, je grossis et بدي احل لكم اللي تحت كمان et je شو بصير معي je pâlis تمام اوكي طيب بعد شو بدنا نحط اللي هو مع نو Univers في الشتاء نو اي نو grossissons et نو ايه بيصير معنا شو بيصير معنا انو باليسون مزبوط ولا مش مزبوط الاه هنا بس اكتب لكم اياها صح تمام اوكي تعال نحل اللي بعدها جونيغ يصفر فلوريغ بيورد تمام يعني بيصير ورد اونوتوم في الخريف مونغوزي شجرة الورد بتاع الشجيرة تمام يعني الشجرة الصغيرة بنسميها غوزيه مون غوزيه جوني شو بصير فيها في الخريف بتصفر فبصير جوني بالشكل هذا هي بدي اكتب لكم اياها جوني جو شو لا 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 جوني تمام اوكي جوني اوكي اي اون اوتومن مي هلا بدنا نصير نحط جمع غوزيه غوزيه بنحط كمان اس طبعا اون اوتوم مي غوزيي مي غوزيي هيك حلها مي المون بصير مي غوزيي بنضيف لها اس وبنحط جونيس اس اس او ان تي طيب وبرانتون في الربيع ايل شو بصير في الشجره هاي ايل فلوري بتنتهي باي تي وبرانتون ايل جمع فلوريس اس اس او ان تي طيب حل طبعا انت حضرتك بشطارتك وجدعنتك حل اللي هو التمرين الثاني والثالث والرابع اوكي هلا التمرين الخامس برضو سهل جدا
اللي هو تصريف فعل فينيا. طيب الآن بدنا نيجي يا جماعة على الأفعال اللي بتنتهي بـ ER ولكن ما بتتصرفش مع S S O N T، وهي بتكون جزء من الأفعال المجموعة الثالثة. ليه؟ لأن المجموعة الثانية عبارة عن الأفعال اللي بتنتهي بـ OR. المجموعة هذه الأولى، آسف، الأولى بتنتهي بأفعال بتنتهي آسف. المجموعة الأولى هي الأفعال تنتهي بـ OR، المجموعة الثانية الأفعال تنتهي بـ ER ولكن شرط إنه في تصريفها تاخذ S S O N S. المجموعة الثالثة هي عبارة عن أفعال ER اللي بتتصرفش بـ S S، وعبارة عن الأفعال بتنتهي بـ O ER و R O، والأفعال الشاذة مثل ألي ولو إنها من المجموعة الأولى، لكن بما إنها ما بتتصرفش بمثل الأفعال هاي فبالتالي هي من المجموعة الثالثة. طيب تعالوا نشوف هنا يا جماعة الأفعال هاي اللي بتتصرف ب اللي هو الأفعال اللي بتنتهي بـ ER ولكن لا تصرف بوجود الـ SS. طيب على سبيل المثال في عندي verb partir. كمان مرة، كيف إحنا بدنا نعرف إنه هذا الفعل من المجموعة الثانية أو الثالثة؟ مع التكرار إحنا بنصير نحكي لكم كل مرة هاي مجموعة ثانية وهذا مجموعة ثالثة، وراح تصير تعرف الأفعال بدون ما إنك تحكي في دماغك كذا فعل ثاني ولا فعل ثالث ولا فعل أول، مجموعة أولى ولا ثانية ولا ثالثة، راح تصير تعرفها بشكل تلقائي. تمام؟ أوكي، لأنه هاي لغة وبدها وقت لنتعلمها، مش من أول سنة أول سنتين. طيب الآن يا جماعة في عندنا فيرب اسمه partir. الفعل partir هنا بينتهي بـ ER. طب أنا بدي أحكي لكم شغلة، إنه لو كان بينتهي بي ار من المجموعة الأولى الثانية أو الثالثة فهو بتصرف نفس الحاجة، لكن الاختلاف في الجمع مش مع المفرد. كيف يعني؟ هلا عندي فيرب partir، شو الأصل من partir؟ هاي عندي partir، صح؟ طيب وين الأصل في partir؟ اللي هي par. تمام؟ أوكي. طيب الآن هذا الأصل، بضل في عندي تير هي اللي دائما احنا ايه بنلعب فيها. طيب تعالوا نشوف شو صار عندنا. هلا صار عندنا انه في مع جوز شو صار عندنا؟ حطينا اس، اوكي، مع تي حطينا اس، مع اي حطينا تي. طيب الان الفكره هنا بيجي بحكي لك انه فيرب بارتير هاي يا جماعه، عشان اسهلكم الموضوع، مع المفرد الجزء الأصلي من الفعل اللي ما بتغير مع المفرد هو عبارة عن البار. أما الجزء الأصلي اللي من الفعل ما بتغير مع الجمع هو بار. كيف يعني؟ على سبيل المثال إنه هاي عندي جو، وهاي عندي تشي، وهاي عندي إيل وإل، وهاي عندي هدول ضمائر الجمع نو فو إيل أفيك إس وإل أفيك إس. شو معنى الكلام؟ انه اذا انا هالقد اصرفها مع المفرد باجي باخذ باغ لحد هنا، تمام، بحط كترول سي، بحط ايش لصق، وبحط هنا لصق، وبحط هنا ايه لصق. طيب بنجي نحط الترمينيزون، معروف الترمينيزون اس اس تي. طيب الان مع نو بدي اجيب اللي هو ايش الباز او الغاديكال، الاصل بتاع الفعل اللي ما بتصرف، اللي هو الجزء. احنا حكينا اي فعل في الدنيا باللغه الفرنسيه في عندنا غاديكال وعندنا تيرمينيزون، عندنا الجزء الاساسي وعندنا التيرمينيزون. هلا انا لما بدي اصرفها مع الجمع بديش باخذ باغ هاي، باخذ هنا باغ هاي، تمام، بحط كترول سي، بحط كترول في، وعندنا هنا بحط كترول في، وهنا بحط ايه كترول في. بنيجي مع نو بنحط او ان اس، مع فو بنحط او زد، مع إيلو أفيك إس بنحط إيش أو إن تي. تمام؟ فهيك إحنا قدرنا نتعرف على اللغز، يعرفنا كيف نصرف في الأفعال اللي بتنتهي بـ ER اللي من المجموعة الثالثة، كيف نصرفها مع الضمائر. طيب تعالوا نشوف هنا شو بيصير معنا. وسانجولي لا كونسون فينال تومب. طبعا في المفرد الكونسون فينال هذا يسقط. كيف يعني؟ على سبيل المثال، على سبيل المثال في عندي فعل اسمه دورمير. تمام؟ اوكي. هلا بالنسبه لفعل دورمير في الاساس وين الغاديكال بتاعه؟ اللي هي الدور، هيك صح ولا لا؟ طيب الان شو اللي صار عندي؟ تعالوا نشوف الضمائر المفرد. ضمائر المفرد تشي ايل او ال. طيب ضمائر الجمع نو فو ايل افيك اس او ال افيك اس. طيب شو هنا بيجي بحكي لك؟ بيجي بحكي لك مش هذا هي الغاديكال،
مظبوط، هذا هو الغاديكال. طب هذا الغاديكال، بما انه هذا الغاديكال، اوكي اسمحوا لي شويه، بما انه هذا الغاديكال بيجي بيحكي لك تعال نحط الغاديكال هذا كنترول سي، بدنا نحطه هنا ايه، بدنا نحطه ايه هنا، شو الكتاب بحكي لك؟ بحكي لك انه احنا لسه في الغاديكال لسه ما حطينا التيرمينيزون. طيب الكتاب بحكي لك انه مع ضمائر المفرد اخر حرف هذا الكونسون لانه ما بنلفظه فبحكي لك احذفه. تمام، شو حكى لك؟ احذفه. طيب يعني رجعنا لنفس الكلام اللي انا حكيته قبل شوي، انه الغاديكال للجمع هيها والغاديكال للمفرد هيها. ليش هذا غاديكال للمفرد؟ لانه الام تسقط مع المفرد والتي في بارتير تسقط. طيب تعالوا الان نحط اللي هو التيرمينيزون، نوزع التيرمينيزون. هنا بدنا نحط طبعا اس، بدنا نحط اس، بدنا نحط هنا ايش تي. طيب هنا بدنا نحط او ان اس، هنا بدنا نحط او زد، وهنا بدنا نحط ايش او ان تي. طيب تعالوا نشوف تصريفنا صح ولا غلط. شايفين هيا دور 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 دورمون دورمي دور. تمام اوكي. الان شو صار عندنا؟ اللي حصل عندنا يا جماعه انه الغاديكال في المجموعه الثالثه، الغاديكال من الفعل نفسه، الغاديكال تبع ضمائر المفرده غير عن الغاديكال بتاع ضمائر الجمع، او بطريقه ثانيه الغاديكال بتاع الضمائر المفرده هو نفس الغاديكال بتاع ضمائر الجمع ولكن محذوف اخر حرف لانه ساكن. وهذا الكلام اللي احنا حكيناه، انه الغاديكال تبع المفرد الضمائر المفرد بيختلف عن غاديكال ضمائر الجمع، او بطريقه اخرى الغاديكال تبع ضمائر الجمع هو نفسه تبع ضمائر المفرد ولكن نحذف منه الحرف الاخير. احنا بنحكي عن الغاديكال وبعدك بنحط التيرمينيزون لاس اس تي. الموضوع سهل جدا يا جماعه بس هو طويل بصراحه، جدا جدا سهل قد ما تتصوروا سهل. طيب الان تعالوا نشوف فعل سيرفير، نفس الحاجه. هيا سيرفير بحكي لك الى حد الفي غاديكال. طيب الان حط لي السيرف سيرف سيرف وحط لي او ان اس او زد او ان تي، ولكن عندما اجي احطهم مع المفرد حذف الفي لانها لا تلفظ، فالسيرف سيرف سيرف. واضح يا جماعه؟ هذا هو تصريف الافعال تبعات المجموعه الثالثه غالبا. بعدك في عندنا شواذ راح نتعرف عليها مع الاربع سين اللي جايين مع بعض احنا وياكم ان شاء الله. طيب الان في عندي افعال مثل طبعا اللي هو vivre suivre vivre يعيش suivre يتابع، perd aussi la consonne finale au singulier طبعا بتضيع بروح فيها طبعا الكونسون فينال في singulier. على سبيل المثال في عندي اللي هذا فعل vivre يعيش، طيب وين الضمائر جو؟ tu il او ال nous vous il avec s او ال avec s. تعالوا نشوف وين الغاديكال تبع vivre اللي هو vivre. تمام اوكي، هاي الغاديكال بتاع فيفغ. طيب الان وعندي هذا التيرمينيزون، الان شو بحكي لنا؟ بحكي لنا بما انه الفيفغ اول ما نحطها بنحطها مع الجمع، ما تحطها مع المفرد، بعدين بتصرفها مع المفرد. هاي فيف، شو حكينا؟ فيف فيف فيف. طيب الان نو بدنا نحط لها او ان اس، هنا بدنا نحط لها او زد، وهنا بدنا نحط لها او ان تي. طب بدنا نصرفها مع المفرد، حكى لك استنى شويه، صح هي فيف لكن احذف اخر حرف. طيب تعال نشوف فيف برضه لكن احذف اخر حرف، هنا فيف لكن احذف اخر حرف. طيب شو بدنا نحط هنا؟ بدنا نحط اس اس تي. شفت الموضوع قديش سهل؟ عن جد كثير سهل يا جماعه، والله ما هو صعب. طيب يا جماعه اوكي، تعال نشوف في عندي ايش؟ جو بار جو سور، عندي فعل سورتير، جو دور جو في جو سوي. طبعا لا هاي سوي، ديروا بالكم يا جماعه. هلا في عنا جو سوي لها معنيين، جو سوي مين بيعرف شو معنى جو سوي؟ انا بدي احكي لكم شو معنى جو سوي. جو سوي معناها انا اكون او انا اتبع، اما انها جاي تصريف لاتخ اوكي، لانه فعل اتخ بصراحه خليكم مع في خدعه هنا اتخ، وفي ان فعل سويفغ
للأسف الشديد أو للمصادفة الشديدة إنه إتخ وسويفغ بيشبهوا بعض كتير مع جو. ليش؟ لأنه جو سوي صح؟ تي إي هذا إتخ، تصريف إتخ إيلي صح ولا لا؟ طيب تعال نشوف هنا إيه، تعال نشوف نصرف السويفغ، إحنا صرفنا هنا إتخ صح؟ طيب تعال بدنا نصرف السويفغ، السويفغ هنا جو سوي صح؟ بدنا نحط لها طيب جو سوي، وهنا بدنا نحط لها ايه؟ تي سوي إيل سوي. طيب شايفين يا جماعة هاي سوي مش اللي تبعت أكون، هذه تبعت فيرب سويفغ، فما تتلخبطوا بينهم الله يرضى عليكم. هلا جو سوي هذا معناها انا اكون، وبرضه جو سوي معنى انا اتبع، يعني انا بتبع حدا قاعد تمام، او بتبع حدا، اتبع او اتبع تنتين. طيب البوليس سوي لو كريمينال، البوليس بيجري ورا الكريمينال اللي هو المجرم. طيب هان سويفغ هاي بامكان، هاي ممكن تكون عباره عن سوي اللي تاعت ات، وممكن تكون عباره عن سوي اللي طبعا جاي من الفي هنا، ولكن مسحنا الفي لانها غير ملفوظه. طيب يا جماعة تعالوا نحل الأسئلة بتاعت اللي هو ايش، شوف بس كم جيجا سجلنا هنا، اوكي 26 جيجا. أنا بقترح إنه نتوقف لحد هنا ونشوف نعمل فيديو ثاني على الأفعال الجاية. طب خلينا نحل السؤال الأول بس على السريع. فو باختي أون إيطالي أو أون إسباني، أنتوا رايحين على إيطاليا ولا إسبانيا؟ بتحكي جو باغ أون إيطالي. طيب فو باختي أون أفيون أو أون فواتور، أنتوا رايحين بسيارة ولا بطيارة؟ نو بارتون اون افيون. طبعا حل الموضوع يعني بصراحه جدا سهل، والله يا جماعه والله 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 انه سهل كثير كثير كثير، مش مستاهل اقعد احل الاسئله معاكم. طيب تعال نشوف اللي طبعا هنا سورتير بارتير دورمير سيرفير سويفر فيف. تعال نشوف جو سور شو بدها اس، تو بدها تي، تو بدها اس اسف. الان ايل بدها تي، ال بدها تي، اون بدها تي، ال بدها تي، نو بدها ايش؟ في او ان اس، فو بدها تي او ان تي او زد، تي بدها ايش؟ اس، اون بدها تي، نو بدها ايش؟ او ان اس، اس بدها تي او ان اس لانه هاي سور جاي من سور تون تمام. ال افيك اس، ال دور بدها ام او ان تي، ليش؟ لانه لازم. طب ايش اللي بنفهمه؟ اللي بنفهمه انه مع ضمائر المفرد بناخذش اللي هو مع ضمائر المفرد حط التيرمينيزون على طول، مع ضمائر الجمع بتحط الحرف اللي قبل التيرمينيزون اللي احنا حكينا عنه، الام الفي الفي الفي. على سبيل المثال هنا فيف، ايل فيف، في هيا اصرف لكم اياها ايل، اوكي هيا نحل الاخيره، نحل اخر واحده ايل فيف تمام، نجعل اللي فوقها ايل بار، نجعل فوقها اون بار، نجعل هنا يا جماعه نو تمام، نو اي سور نو سور تون. طيب نتوقف لحد هنا يا جماعه، نلتقي مع بعض ان شاء الله في اللي هو الدرس القادم، بتمنى انكم تحلوا الاسئله رقم 4 و5. طيب الان في عندنا جيكري فو زيكري في اتسيتيرا جو ريميرسي يا بلوتار، بتشكركم كثير والى اللقاء، سلام عليكم.